أطلقت قوات دفاع الشعب جنوب السودان بولاية غرب بحر الغزال سراح قائد قوات الحركة الشعبية في المعارضة الأقيد بولويك وحراسته الذين تم احتجازهم من قبل قوات نزاح السلاح على طول طريق واوتون مؤخرا. وفي سياق زعت السلاح أطلقت قوات الحركة الشعبية في المعارضة سراح 9 مواطنين الذين تم احتجازهم من قبل قوات الحركة الشعبية في المعارضة بمدينة واو. ولدى مخاطبتها المراسم الإفراج ضاعت حاكم ولاية غرب بحر الغزال سار كليتو حسن ريال الجميع بحل الخلافات بطريقة سلمية بدلا عن استخدام العنف مشيدة بدور الأجهزة الأمنية في الولاية. الليلة ده احنا انا ما هقول كلام كثير لكن احنا سمينا كل اللي قالوا بس انا دير اتريق عليهم ثاني وهختصر كلامي عشان احنا قعدنا كثير لكن ندير نقول لكم احنا زي ما سمينا الليلة ده يوم بتاع السلام الليلة يوم بتاع السلام واحنا دارين سلام وما في حاجة تاني قدامنا إلا السلام يا هو زي ما سمينا نصل كان شالوم وده كان فترة صعب فترات الفات شهر كامل الفات لكن الليلة احنا جينا نثبت لكم أساسين احنا في سلام وجينا في جرينتي بالنسبة لنا كبيتكم أنا مبسوط شديد أكون في وسطكم الليلة وأنا قعدت وربيت في واو لكن أول مرة الليلة أخذ كوريني في داخل جرينتي شكرا لكم أنا بشكر الناس الويكفو يعني ناس شايفين كان في عدم عدالة وناس ويكفو عشان الليلة أنا بيتكم نجي نكون واقف هنا وديل يا هو شخصيات بتاعكم هنا لو كان ما إتو أنا كان ما كنت واقف هنا لكن إتو جبتوني هنا وأنا بشكر كمان الرئيس بتاعنا جنرال سالفا كير ماياردي ونائب بتاعه الأول جنرال دكتور رياك مشار خدت صيغة فيني وأنا أكون هنا بمساندة بتاع أخواني وأخواتي في الاس بي ال ام اي او وكمان مش بس كده المواطنين الويكفو معي وأنا بوريكم رصاصين المواطنين واقفين معانا بالاستقبال اللي شفناه الأسبوع الفات وده كله كان ما بينجح إذا كان ما في ناس قويين رجال ونسوان قويين بتاعت الأمن عشان يوفروا لنا المكان اللي نقدر نجي ونجمع كلنا كشعب بتاع غرب بحر الغزال ونستقبل حاكم بتاعنا فشكر بمشي لنا جنرال دينك سانتينو أجين جنرال أبراهام قوم وجنرال سامويل وكل الناس اللي واقفين معاهم اللي وفروا لنا الأمن فالليلة يا جماعة احنا سمينا كتير احنا ما دارين مشاكل في زعل في اي حاجة بيهلوا بكلام نقعدوا شهر شهرين لحد ما نهلوا مشكلة ده. لكن ما دارين حاجة اللي بقى يخوفوا ناس يشيلوا ناس يعذبوهم ده حاجة ما كويس الليلة في مشكلة نقعد نهلوا مع بعض زمن ده زمن بتاع سلام وزمن بتاع مسامحة زمن بتاع مسامحة وزمن احنا كيف نقدر نحل المشكلة ونفتح صفحة جديدة نخد يدنا مع بعض عشان نمشي لقدام انا فعلا بسمع كلام كتير يعني من ناس اساسين بيقولوا ما في الامن كويس يعني فترة الفات ناس بيقولوا احنا قاعدين بهدوء لكن لسه في تخوف وتخوف من الحاجات الحاصل ورا المدينة وزي ما ذكروا قبل في ناس الجو وقت كان لسه في المفاوضات ماشي وسلام ماشي في ناس راحوا من سايد بتاع اي او بقى في سايد بتاع حكومه اللي هم الغايد بتاعهم جنرال جوزيف معروف بجوزيف ارو فالناس بيشتكوا في داخل المدينه كتير وكلام ده احنا بنقعد نتكلم فيه كتير في مع الناس بتاعنا بتاعت الامن في المدينه وهم زي ما ذكروا يعني ده الكلام ده كله عاملين فيه كنترول وان شاء الله نتمنى يعني الشعب ما يخافوا يمكن ده اكتر حاجه قاعده تخوف الشعب الليله يا جماعه احنا سمينا كان مسكه شوارع مقفول شوارع مقفول وكل ما احنا يعني بنقفل الشوارع البداع بتيجي وبيشيلوا قروش من هنا وهنا لما نيجي يوصل البداع في السوق بيجي برجع علينا احنا المواطنين احنا اللي بنتعب ما بنقدر نوفر المبالغ اللي عايزينه عشان نشتري بيه اكل وده برضه برجع لحاجات كتير الناس بيشتكوا ناس شغالين ناس بيجروا لكن ما في مهية ما في قروش فده مشاكل قاعد يواجه مش بس غرب بحر الغزال ده قاعد يواجه دولة كله وانا متأكد الناس بتاعنا كبار عايزين يهلوا احنا بنجيب ما عشان نقدر نهل المشاكل اللي قاعد يحصل بتاعتي وتمانة
مع مجموعات قيادات بتاع الاي او بقياده بتاع الجنرال عبد الله وجان هنا في المكتب تبديل ولا تسليم والتسلم بتاع الاسر والجيش اللي كان مسكهم في طريق بتاع تونج. فالميشن امبارح بنجاح، فالليله احنا كمان قلنا نقعد نلقى فرصه ونتكلم في حاجات اكثر، بالذات المساله الامن في داخل الولايه، بيكوز الامن مهم جدا، وعشان نقدر نمشي قدام ويكون في تنميه ويكون في تطور احنا عايزين البلد يكون امين. ولقينا فرصه برضه نقعد ونتفاكر ونتعرف على بعض اكثر ونتفاكر كيفية احنا نقدر نمشي لقدام. في حاجات كتير قدرنا، انا طبعا بالنسبه لي اول مره اقابل مع الكوماندرات في الاجتماع زي ده، فده كان اجتماع مثمر جدا. نجي مع ناس الايو وقياده بتاعنا، القياده في داخل الولايه بتاع السكيورتي كوميتي في راسهم الكوماندر جنرال جوم وجنرال سامويل جوانغ بتاع البوليس، وواتسو جنرال دينغ سانتينو بتاع الناشونال سيكيورتي، وادر دوبات في السجون والوايلد لايف. وده كان اجتماع مثمر جدا، مركنا منه بوصيه، يعني المسج اللي احنا شايلينه هنا هي مسج بتاع السلام، واحنا في الزمن بتاع السلام وما عندنا اي حاجه ثانيه الا السلام. وده الخبر اللي احنا دارين نوصله للمواطنين بتاعنا، احنا في مرحله بتاع السلام وما في يكون في خوف ثاني. من جانبه ناشد قائد الفرقه الخامسه بقوات دفاع شعب جنوب السودان اللواء ابراهيم قم كافه قوات الحركه الشعبيه في المعارضه بعدم التخوف عند دخولهم المدينه. يا جمال خطا لو عمل نفسه ما يزيد بالخطا، يعملوا بطريقة السليم. الحمد لله كمرد بول وقجة ما تمين النفر بتاعه، والحمد لله المواطنين الكان 10 نفر جرى 9 جاء. وانا دير اقول لو في اي حاجة بورا هناك الشعال من زول وكل حاجة يعملوا بنظام، ده ما اوكد بتاعه عشان زول يقول حاجة بتاعي كده عملوا كده. دارين اروان ناس زي ما جو يسلمهم ناس اسبيا لايو ده في الحكومه، وانا ده نتاكد لضباط بتاع اسبيا لايو ايتو ما تقول ايتو قاعدين في غابه، ايتو قاعدين في بلد تو كان تسمع نائب رئيس الاول قاعد في جوبا ما في زول بسالو، والوزير الدفاع قاعد في جوبا ما في زول بسالو، عشان كده انا قاعد اقول انه يا عبد الله لما تجي مع ناس بتاعك ما تخاف، ده بلدكم ما عندنا سلام ثاني نعمله، انما بناسخه وانا وريتكم من يوم الاول انا جيت هنا. واول مره عشان تجينا في ديفيجن يوم دا، وثاني المره انت كان جيت وده ثالث بتاعه، وانا بقول لك انه ان شاء الله تجي بالليل عبد الله ما تخاف. انا بشوفك مع ناسك كانوا قاعدين تخوف مع ساكن انت قاعد تجي ده، لكن نقول لكم الليله ما في خوف، تعالوا هنا دبل بتاعكم. يا ما انا ذكرت لكم السياسيين ما بشاكه عبد الله موسى، فانا دا نقول نستمروا زي ده، نحن جاي ما نشاكل ثاني الا مجرم يا بيعمل حاجه بتاعه نحن في سلام. فانا بشكركم برنامج بتاعنا ده برنامج يسير عشان نسلم الناس، ونحن يكون عندنا محاضرات بواسطه جنرال دوداكول وقبلنا بتاعنا بعد ما عملنا تسليم وتسلم، الناس يشيل ناسه لو في اي حاجه فقدوا بمعنى بساله بطريقه نظامي ما يعوكي بتاعه. بشكر حكومه في الولايه بهذا الفرصة سعيد اللي كان بدينا منه مباراه بالناس تبادل الناس زي ما بدلنا بسلام 8 عساكر بقيادة بتاع بولوك يا بسلام، وتسع نفر بقيادة بتاع ما مع جوسة ما جنة صغير يا بسلام. بنوري إنه لكل جميع الناس في جنوب السودان بين ولاية الواو آمنة ونحن في سلام، إنما كلام قارن نعمل فيه ده ما سلام، إنما بنات الثقة. ولو في اختلاف البسيط اللي كان أحصل في شارع ما كان جاء من سبب أي زول، ده كان صدفة بين القائد كمر رينتوين مبور مع ناس اللي كان لقاه، فهو كان
ما قاصدين أي حاجة وأنا ده نقول للشعب بتاعه واو بإنه الليلة إيتمانة تاني عشان نرجع لكلمة اللي كان الأحسن بين الناس وناد ما يظنوا إنه في أي آخر كلام فضل. إلى ذلك عبر اللواء بقوات الحركة الشعبية في المعارضة عبد الله وجان عن سعادته نحو الخطوة التي اتخذتها قوات دفاع شعب جنوب السودان في التعاون مع قوات الحركة الشعبية في المعارضة. حقيقة يا جماعة أنا ما بتيل حدشي لي أكون أبنقوم في ترنغولي وأكون اللواء في الشرطة ختم الموضوع اللي كان في جلبي. لكن أنا بس دارني لفت ورايا بجاي. بنقول أنا فرحان وسعيد خالص السيد الوالي. اللي مشيت بهذا الرجل ده. يقول أمسكه قوي. ده رجل السلام. ما أبدأ الوجه. طيب. يا أخوان في أي مجتمع في مشاكل باسل. لكن لما يحصل مشكلة الناس بيهلوا بالطريقة ده. الطرفين يجي يقعدوا وينقصوا وياسروا لسنو للحلول. في كلمة قالوا أكون أبرمكم جبال. أخواننا في الجيش زي ما قالوا في ترنغولي حماية الوطن. في ناس قاعدين كيسونا. يلا أفهم الكلام ده تمام. كان ضباط كان عساكر. من الليلة نكالي السينية بتاعهم كده نمسك السينية حقنا. نشوف من هيمشي شاكل وين. أنت بقول يا أخوان كوخ ونيجي. أنا جيت أصلا مرة رابعة يا يوم كمان نمشي لنا هنا في كابا. أنا داريت في يومين تمشي لنا كمان هنا. زي ما قال أخونا قلت المجد لله لسنو. لأنك كلمة السلام. عشان كده أنا داري أقول للمواطنين بتاع بحر الغزال بصفة عام. بنقول لكم مبروك ليومين الفات. أمباري وليلة. أمباري بيننا بالتسليم التسلم بين القوتين اللي كان يتقولون. الحمد لله انتموا أمباري هناك وجينا في رأسة الولاية ليلة. عشان كده نتمنى المواطنين نقول لكم يا اخي مبروك اقعدوا كل برا ونوموا برا وبنشكر اكون ابرام قوم نقول لكل شعب تواو هذا هو رجل السلام وده كلمتي كل يوم بنتردد به وبنشكر كل الناس اليوم معانا مدى يومين معانا هنا باعتباره يا جماعه دي ضربه البدايه بتاع السلام من هنا فسادا ما دارين نسمع اي صوت سلاف واو يا ابرام قوم ما دارين اسمع صوت اي سلاف واو يا سامولا جوان اسان كان سلام ما في صوت البندقيه وقفت ده والسلام اسانين المواطن ذاته لما نشوف زور لابس كاكي وبندقيه بكوريك بكوف تعالى البندقيه كان وقفت انت لابس كاكي وبقول يا اخي نعم في الامني وبنكرر الامني الامني وبنقول يا سيده ساره ارمي قدام ونينا من كلفه